هلا وين يا الحبيب؟ البيت ترى فيه محارم. أقول خليك ساكت بس كمل شغلك. وين ماما؟ وين ماما؟ أقول احترمي نفسك، وترى أنا صاحب القصر هذا كله وزوج الجوهرة. معليش و أنا آسفة صدق، يعني قاعد تغسل أنت يعني ما أدري والله. أنا آسفة صدق، آسفة. الحمد لله شفتوا بعينكم، عشان ما تلوموني إذا ما زرتكم من الاستراحة. والله ما لومك، هذا زين يخليك تتنفسين. معليش يعني انت مو بس قطعتينا، حتى سناب انقطعتي عنا من تزوجتي. كيف تبيني اصور وانا في البيت 24 ساعة؟ لا والبنات يكلموني ليش ما تصورين، وانا اتفشل ما اقدر ارد. بس هذه يبيلها عامر. من حامل؟ ياهو، لك كم يوم زعلان ولا تجي الاستراحة ولا شيء. تبغى الصراحة، عامر من حقه يزعل. لا ترفس النعمة يا غبي، عامر ضحى وتعب وسهر الليالي، هو فرحتنا وسعادتنا. أخي أنت إنسان حسود. يا هطف أنت وياه، ماخذين مقلب في عامر. بعدين أنا ما جيت الاستراحة إلا لما دريت إنه هو مو موجود. أنا جاي أكب العشاء، اقرب أنت وياه واسمعوني وش بقولكم. هلا بالزعول، أرسل لي شكش بالواتس إنك بالاستراحة وجيت أصلح اللي بيننا. أسكت، كان بيقول لنا قصة حلوة. وش قصته أنت؟ شو اخبارك عامر؟ ابشر بالعوض قدام العيال، جانا طلب تصوير من وحده كاش الكاش اسمها الجوهره، نبي نروح نتعشى ببلاش، سجل عندك واحد عشا بلوشي. مدري تحسين عادي ارسل اليوزر؟ يا بنت الحلال وش فيك خايفه؟ عادي كل البنات تعاملوا معه، وعادي اذا خلص تصوير غير الباسورد وانتهينا. زين بسوي تخصيص لزوجي وبعدين ارسل العامر اليوزر. صالح وين الحين؟ ادخل مع ثاني لفه يمين، يجي المطعم على يمينك. يا ابوي ايش الحياة الفخم هذا والسيارات الفخمة؟ احنا في افخم حي فيك يا رياض ولا ايه؟ اهدى ها، لا تصير خفيف. هذا طلبها تقول ابغى افخم مطعم بالرياض، وصالح ما قصر دبر لنا. ولا حد زنا طاولة باسم الجوهرة، افسقوا يا عيال. هذه هي ارسلت، مرسل اليوزر حقها الخفيفة.